بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9194. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه الليلة موعدنا مع حلقة أخرى من سلسلة شكاوي وحلول، والتي نناقش فيها بعض المشكلات التي يشتكي منها بعض الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا للإجابة والتسديد فيها. ونستهل هذا الدرس بمشكلة لعلها تكون مناسبة لهذا الوقت، وهي مشكلة عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر. إذ أن هذا الأخ يشتكي ويقول بأنه تفوته صلاة الفجر في كثير من الأيام، ولا يصليها في وقتها إلا نادراً، وكثيراً ما يستيقظ بعد طلوع الشمس، وأيضاً يستيقظ بعد فوات صلاة الجماعة عليه في المسجد على أقل الأحوال. ويذكر بأنه قد حاول الاستيقاظ دون فائدة. فنقول أيها الإخوة، إن كل مشكلة أو شكوى لها في الحل جانبان، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي المتعلق بهذه المسألة، فإنه ينبغي على المسلم أولاً أن يعلم عظم صلاة الفجر عند الله عز وجل، عظم صلاة الفجر عند رب العالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. من صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ورواية أحمد ومسلم: من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم، قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وقال في الحديث الصحيح الآخر: من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وغيره، وهو في كتاب صحيح الجامع. هذا من جهة
عظم مكانة هذه الصلاة عند رب العالمين. من صلى البردين دخل الجنة، منهما صلاة الفجر. هذا أولا، يعلم المسلم ما لصلاة الفجر عند الله من المكانة، وما فيها من الأجر والثواب عند رب العالمين. وثانيا من الجوانب العلمية أن يعلم خطورة تفويت صلاة الفجر. فمن ذلك الحديث الصحيح المتقدم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البزار والطبراني وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. لماذا يسيئون به الظن؟ لأن هاتين الصلاتان في الحقيقة هما محك يظهر من خلاله إخلاص المرء فعلا في الصلاة لله في جماعة. فإن كثيرا من الصلوات قد يدركها المرء لمناسبتها لأعماله ووقت استيقاظه ونحو ذلك، ولكن أن يواظب على صلاة الفجر فإنها والله علامة حقيقية على صدق إيمانه. ولذلك إذا رأيت الرجل يواظب على صلاة الفجر فارجو الخير منه، فارجو الخير من هذا الرجل، واعلم بأنه في منزلة عظيمة. ومن الأحاديث الدالة على خطورة تفويت صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه الإمام أحمد ومسلم. ولذلك إذا علم العبد قدر الصلاة وخطورة فواتها عليه صار عنده واعظ داخلي للمحافظة على هذه الصلاة. وكذلك عندما يتأمل في الأجر في مثل حديثه صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا زحفا على الركب لإدراك صلاة الفجر. وأما بالنسبة للجانب العملي فإن هناك خطوات كثيرة يمكن للمسلم إذا اتبعها أن يزداد اعتيادا ومواظبة على صلاة الفجر. فمن ذلك التبكير في النوم، في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. النوم قبل صلاة العشاء منهي عنه، لا ينبغي لمسلم أبدا أن ينام قبل صلاة العشاء. وغالب الذين ينامون قبل صلاة العشاء تجد أن بقية ليلتهم في كدر وخمول وشيء يشبه المرض. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها. ما معنى يكره الحديث بعدها؟ أنه كان ينام ليتفرغ لما هو مقبل عليه من قيام الليل وصلاة الفجر. ولذلك فإن أهل العلم قد بيّنوا سبب كراهية الحديث بعد صلاة العشاء، فقالوا: لأنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل.
والمكروه من الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله بعد صلاة العشاء، مكروه من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، كمدارسة العلم، لأن بعض أهل العلم كانوا يقومون الليل في طلب العلم، وحكايات الصالحين يعني معرفة سيرهم، ومحادثة الضيف إذا نزل بك طارئ، ضيف طارئ لا بد من السمر معه، والعروس وكذلك الزوجة للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم إلى آخر كلام رحمه الله. فكيف لو عرف الإمام النووي رحمه الله على أي شيء يسهر الناس في هذه الأيام؟ فإن هذا السهر على معصية الله عز وجل ضار جدا بالمسلم. ونحن نقول صحيح أن الناس يتفاوتون في حاجتهم إلى النوم، فبعض الناس يمكن أن ينام مدة 5 ساعات مثلا ويستيقظ لصلاة الفجر، وبعضهم لا تكفيه أبدا فلا بد أن ينام مثلا 7 ساعات أو 8 حتى يستيقظ لصلاة الفجر. ولذلك ليس هناك ساعات محددة يجب أن تفرض على الناس لكي يناموا فيها، أو نقول له أنت لا يجوز أن تتأخر بعد 10 أو 11. الناس يتفاوتون، فكل من علم من نفسه أنه إذا تأخر عن 4 الفلانية لا يستيقظ لصلاة الفجر، فإنه لا يجوز له شرعا أن يتأخر عن النوم في تلك الساعة. كل من علم أنه لا يقوم لصلاة الفجر إذا تأخر نومه بعد 4 الفلانية فإنه لا يجوز له شرعا أن يتأخر عن النوم بعد تلك الساعة، ولا بد له أن ينام في تلك الساعة أو قبلها حتى يدرك صلاة الفجر. وذكرنا أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر. ثم أن ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر أذكار النوم من الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر. ثم صدق النية عند النوم، فإن بعض الناس يقول عندما ينام ليت الساعة ما تشتغل، أو عسى أن يسحب بي النوم فأرتاح مثلا، فهذا في نيته فساد قد لا يمكنه من القيام لصلاة الفجر مطلقا. فإذا ما كان عند المسلم عزيمة ونية صادقة في القيام لصلاة الفجر ويتمنى من قلبه أن يقوم لصلاة الفجر، فإنه قد لا يفلح مطلقا في القيام لتلك الصلاة، وهو بهذه النفسية التي يتمنى أن لا يزعجه أحد للصلاة. وكذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاستيقاظ مباشرة من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الفجر، فإن بعض الناس قد يستيقظ في مبدأ أمره ثم يعاود النوم مرة أخرى، فإذا ذكر الله أول ما يستيقظ وقام فتوضأ انحلت عقد الشيطان عنه كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا مهيئا لأداء صلاة الفجر. رابعا، لا بد من التواصي مع الصالحين والأهل للقيام لصلاة الفجر، وهذا داخل ولا شك في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا، وداخل ولا شك في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا شك أن هذا من التواصي بالحق والصبر. ولذلك فإنه لا بد للمسلم أن يوصي أهله، زوجته مثلا، بأن توقظه لصلاة الفجر، ويؤكد عليها ويشدد ويقول مهما وجدتني نائما أو مهما وجدتني متعبا فأيقظيني، ولا تأخذك بي رحمة أو رأفة فتقول هذا متعب فلينم، ولكن أيقظيني بكل ما تستطيعين من قوة لأقوم لصلاة الفجر.
وكذلك أولاده إذا كانوا صالحين فإنهم من أعظم الأسباب للقيام بصلاة الفجر. والأب كذلك يوقظ أولاده لأداء هذه الصلاة في وقتها، ولا يقول عندهم اختبارات دعهم ينامون مساكين، الرحمة بهم إقامة أمر الصلاة فيهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكذلك لا بد من التواصي مع الإخوان الصالحين، وخصوصا مثل طلبة الجامعات الذين يسكنون في غرف فلا أهل بجانبهم إلا إخوانهم الصالحين الذين يوقظونهم لصلاة الفجر، أو الجيران الطيبين على وجه العموم في المجتمع الذين يوقظون لصلاة الفجر. قل له إذا قمت فأيقظني، وجارك إذا قام يدق عليك الباب وجرس البيت ليوقظك لصلاة الفجر. أوصه وأكد عليه حتى لا يبقى مجال أو ثغرة لتفويت الصلاة، واتبع أكثر من وسيلة، لا تعتمد وسيلة واحدة. وكذلك سادسا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يوفقك لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإن الدعاء من أكبر أسباب النجاح. وثامنا استخدام الوسائل، ومنها المنبه مثلا، وبعض الناس قد يضبط المنبه ولكن يجعله قريبا منه بحيث يقوم في الليل، يقوم عند الصلاة فيغلقه فلا يسمع له صوتا ولا حسة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يبعد عنه هذا المنبه حتى يستطيع أن يشعر به ويقوم لإسكاته مثلا أو يقوم للصلاة، فيكون قد رجع إلى رشده ووعيه الكامل. ومن ذلك مثلا هذا المنبه في الهاتف، وقد يقول بعض الناس إن المكالمة بالمنبه في الهاتف ندفع ثمنها مالا، فأقول إن إدراك صلاة الفجر لا يعدل من الأموال مهما أنفقت. ولذلك إذا علمت أنك لا تستيقظ إلا بهذه الطريقة فتكون هذه النفقة من أعظم النفقات في سبيل الله. وكذلك من الأسباب نضح الماء ورشه على الوجه، وهذا هو المشار إليه بحديثه صلى الله عليه وسلم في مدح الرجل الذي يقوم من الليل فيوقظ أهله فإن أبت نضح في وجهه الماء، ومدح المرأة التي تقوم من الليل فتوقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ولذلك نضح الماء من الوسائل الشرعية للقيام لصلاة الفجر، نضح الماء لأنه منشط ومنبه جيد جدا للغاية. وبعض الناس قد يثور عندما يوقظ بهذه الطريقة وتعتمل في نفسه أشياء ويغضب، وقد يصل به الأمر إلى نوع من الشتم والسباب، ولذلك لا بد أن يكون الموقظ عنده حكمة وعنده صبر، ويعلم من طبيعة النائم لماذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لمثل هذه الأشياء التي تحدث بغير وعيه. ولذلك فإن على المتطوعين للإيقاظ للصلاة أن ينتبهوا أنه قد يحدث له عند إيقاظ لأخي المسلم نوع من الأذى من الكلام أو الضرب غير المقصود، ولذلك فعليه أن لا يتوانى عن إيقاظ أخيه لصلاة الفجر. ومن الأسباب تاسعا أو عاشرا عدم الانفراد بالنوم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل لوحده. لماذا؟ لأنه قد ينام وليس عنده في بيته أو غرفته من يوقظ للصلاة، لكن عندما يكون نائما وفي البيت أحد آخر فإنه إذا قام هذا أيقظ هذا، وإذا قام هذا أيقظ ذاك، وهكذا. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيت لوحده، وهذا من الحكم وراء هذا النهي. والحادي عشر عدم النوم في الأماكن البعيدة التي لا يخطر ببال الناس أن فلان نائم فيها فيوقظ، وهذا يفعل بعض الناس، قد ينام في السطوح دون إخبار من في البيت، وقد يذهب بعضهم إلى مثلا في سكن الجامعة إلى غرفة نائية فينام فيها دون أن يخبر أحدا، فلا ينتبه إليه أحد ولا يأبه له، ويظن قد ذهب إلى المسجد
إذا فارق مكان نوم المعتاد فإذا به نائم في مكان آخر. ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يغير مكان نوم المعتاد يخبر صاحبا له أو صديقا بأين سيبيت. والحادي عشر أو الثاني عشر أنه إذا قام يقوم مباشرة، لأن بعض الناس يقوم كمرحلة أولى فيقعد في الفراش، فإذا ذهب صاحبه عاد ونام، وقد يضطر صاحبه أن يعود إليه مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مرات وهو دائما يرجع وينام. ولذلك فلا بد من القفزة والوثبة والهبة عند الإيقاظ الأول، وإلا فإنك ستكون عرضة لأن تعود إلى النوم مرة أخرى. وهذا القيام المرحلي الذي يفعله بعض الناس خطوة فاشلة. القيام المرحلي يكون نحن نقوم على مراحل ونستيقظ على مراحل، هذا في غالب الأحيان يكون فاشل ويكون عبارة عن عودة للنوم مرة أخرى. وكذلك فإن من الوسائل أيضا بعض الناس يضبطون المنبه مثلا على الأذان، فإذا قام على الأذان قال باقي على الإقامة 25 دقيقة أو نصف ساعة، عليك ليل طويل فارقد، فينام. فقد يكون من الحكمة أن لا يضع المنبه قبل الإقامة بوقت طويل، إذا كان يعلم من نفسه أنه لو قام ونظر في الساعة قال باقي وقت ويرقد، قال أنام بين الأذان والإقامة، فإنه لا بد في هذه الحالة أن يكون فطنا إلى هذا. الوسيلة الثالثة عشرة إيقاد السراج عند الاستيقاظ. وعندنا الآن طبعا في هذا الزمن هذه المصابيح الكهربائية كفيلة إذا الإنسان نور المصباح مباشرة أن يمنعه ذلك عن النوم، لأن النور يطرد النعاس نوعا ما. والرابع عشر الانتباه لعدم السهر ولو في قيام الليل. بعض الناس يقوم ينام ثم يقوم قيام الليل فيطيل جدا في قيام الليل بحيث أنه ينام قبيل الفجر بلحظات، وهذا يقع للناس في رمضان كثيرا أن يتسحرون وينامون قبيل الفجر في لحظات فينامون عن صلاة الفجر وهكذا. فلذلك من الخطأ السهر إلى قرب الفجر، لا في دراسة ولا غير دراسة، صلاة الفجر مقدمة على جميع الأشياء، ولا حتى في قيام الليل. إذا علمت أن سهرك في قيام الليل سيفوت عليك صلاة الفجر فما هي الفائدة من الاشتغال بالنافلة وتضيع الفريضة؟ الخامسة عشرة عدم تثقيل الأكل قبل النوم، فإنه من أسباب النوم العميق، من أسباب النوم العميق تثقيل الأكل، تثقيل الأكل قبل النوم. وطبعا من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. ولذلك يحرص الإنسان أن ينام وقد مضى على عشائه وقت من الزمن حتى لا يكون خامدا طريحا لا يستيقظ. والسادسة عشرة الانتباه لموضوع سنة من السنن، وهي أنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن، يعني ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي سنة الفجر يضطجع ثم يقوم يؤذنه بلال بالصلاة فيقوم للصلاة. فبعض الشباب قد يقرأ هذا الحديث فيقول هذه سنة مهمة ويصلي ركعتين سنة الفجر ثم يضطجع على جنبه الأيمن ويقوم بعد طلوع الشمس. ولذلك فإنه لابد من الفقه في تطبيق الأحاديث، وليس إذا علمت أنك إذا اضطجعت بعد سنة الفجر على شقك الأيمن أنك ستنام نوما عميقا فتقوم لتقول هذه سنة ولا بد من تطبيقها. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذنه بالصلاة على فرض أنه نام، كان بلال يؤذنه بالصلاة، هذا أولا. وثانيا ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه الذي رواه أحمد وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. كان إذا نام مثلا في السفر نزل قبل الفجر وأراد أن يعرس، يعني ينزل على الطريق ليستريح، كان ينصب يده اليمنى نصبا، ينصب اليمنى ويستلقي ويضع رأسه على كفه الأيمن. وهذه الوضعية
تمنع من الاستغراق في النوم، لأنه إذا غفى وطاح يستيقظ، لأن رأسه مرفوع، مرفوع على كفي وساعده. والسابعة عشرة: جعل قيام الليل قبيل الفجر مباشرة، بحيث أنه يوتر من هنا ويؤذن الفجر من هنا، فيكون هذا عبادة موصولة وقد وقعت في الثلث الأخير من الليل، والآن يقوم إلى صلاة الفجر وهو نشيط ويبكر المسجد. السابعة عشرة: طريقة النوم، فإن الإنسان لو نام على جنبه الأيمن كما هي السنة، ووضع كفه الأيمن كفه تحت خده الأيمن، فإن هذه الوضعية في النوم تكون أسهل وأيسر في الاستيقاظ، بخلاف ما لو نام في وضعيات أخرى فإنه يكون أصعب في الاستيقاظ. وهذه لعلها من الحكم وراء هذه الطريقة النبوية في النوم، النوم على الشق الأيمن ووضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن. والتاسعة عشرة: أن يستعين بالقيلولة في النهار إن استطاع، فإنها عون له، فيكون نومه في الليل معقولاً متوازناً. الوسيلة العشرون: أن لا ينام بعد العصر ولا بعد المغرب، لأن هذا النوم بعد العصر أو بعد المغرب سيجعله يتأخر جداً في النوم، لن يأتيه النوم مبكراً، وبالتالي سينام متأخر جداً ولا يستيقظ أبداً إلى صلاة الفجر. وأخيراً، فإن الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان أولاً وأخيراً يقوم للصلاة ولو نام قبل الفجر بدقائق. فإذا كان صادقاً في نيته، خالصاً من قلبه، فإنه سيقوم ويستيقظ بأيسر السبل. بعض الناس يقول في حديث في قراءة آخر سورة الكهف والإنسان ينوي بقلبه ساعة معينة ويقوم، وجربوها بعض الناس. نقول: لم يثبت في ذلك حديث، ما في شيء معين تقول أذكار ساعات منبهة تضبط على شيء معين تقوم عليه، ما في من هذا القبيل، ليس هناك إلا الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. ولقد خبرت أيها الإخوة بعض الناس من هؤلاء المخلصين قد جعلوا وسائل عجيبة تدل فعلا على اجتهادهم وحرصهم على صلاة الفجر، فكان أحدهم يجعل عدة منبهات، مثلا الإقامة الساعة 4:30 مثلا يضبط منبه على الساعة 4، ومنبه الساعة 4:10، منبه على الساعة 4:15، حتى إذا أطفأ هذا يدق هذا، وإذا أطفأ هذا يدق هذا. وبعضهم كان يضع المنبه في قدر، والله يضعه في قدر ويغطيه ويجعله في صندوق من الكرتون ويضعه فوق الخزانة حتى يتضاعف الصوت فيقوم، يكون الصوت شديدا، وإذا قام لا سبيل إلى إطفاء المنبه إلا بأن يضع كرسيا ويقوم على ظهر الخزانة لينزل ويفتح الصندوق ويخرج القدر حتى يطفئ المنبه، فيكون قد استيقظ ويكون قد نشط في هذه الحالة. وأذكر واحدا ونحن في المرحلة الثانوية من الدراسة كان ثقيلا في النوم جدا، فكان يربط خيطا حبلا في يده وينام بجانب النافذة، نافذة البيت في الدور الأول أو الثاني، وهذا الحبل إلى الشارع، فيأتي إخوانه في طريقهم إلى أخا له في طريق صلاة الفجر فيجذب هذا الحبل بقوة حتى يستيقظ لصلاة الفجر. المهم، لو وجد الإخلاص لقام الناس، ولكن نظرا لضعف الإيمان وقلة الإخلاص فإن الناس ينامون، وترى عدد المصلين في صلاة الفجر قليلا جدا بالمقارنة إلى عدد الساكنين في الحي حول المسجد، شيء مؤسف جدا فعلا. بعض الناس قد يكون عنده مرض ثقل النوم، قد يكون مرض شديد قد يعذر به، فهذا يلجأ إلى الأطباء، وقد كان بعض الصحابة من هذا النوع، مثل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، كان يعني مسألة عنده نوم ثقيل جدا، قد يكون فعلا خارج عن إرادة الإنسان. ولكن المسألة أولا وأخيرا كما ذكرنا لكم هي الإخلاص. هذا سؤال ورد عن الشروط الجزائية في العقود مع المقاولين. بعض الناس يضع عقدا مع المقاول في بناء بيت بحيث يقول له في الاتفاق في العقد: إذا تأخرت أسبوع مثلا فكل أسبوع يخصم من كذا ريال، فهل هذا الشرط في العقد جائز أم لا؟ أجابنا عن هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فقال: الذي أفتينا به أنها لازمة،
وأنها شروط اتفق عليها الطرفين، وأن ما فيها شيء منكر شرعا، والمسلمون عند شروطهم. فما دام أنه اتفق هو والمقاول على هذا، فإن هذا الشرط لازم وليس به بأس. وسألته حفظه الله عن مسألة تقع في الأعراس، سأل عنها بعض الإخوان، يقول تأتي بطاقات الدعوة إلى العرس مثلا، الوليمة، وليمة العرس، فصاحبها الذي وجهت له لا يذهب، فيعطيها لشخص آخر، يقول اذهب أنت، فهل يجوز للشخص الآخر أن يذهب ببطاقة صاحبه أم لا، بطاقة الدعوة التي لصاحبه؟ فأجاب الشيخ حفظه الله، قال إن كانت هذه الوليمة جفلة. ما هي الجفلة؟ الدعوة العامة المفتوحة غير مخصصة لناس معينين، يقول يا أيها الناس، كل الناس لو جاءوا، لو شاء أن يأتوا لأتوا. الدعوة غير مخصصة بناس معينين، موجهة إليهم بطاقات دعوة، لا، مفتوحة. فعند ذلك لا بأس أن يذهب من يذهب. لكن إذا كانت هذه البطاقات مخصوصة لأشخاص معينين، فهو يأخذها على أنه فلان وهو ليس بفلان، فيقول هذا الشيخ حفظه الله هذا كذب، ولا يجوز أن يذهب في هذه الحالة. وهذا سؤال أيضا ورد عن عمال يعملون في بعض الشركات مدة 8 ساعات متواصلة، وأحيانا تكون هذه الساعات ليلية، بحيث لا يرجع لبيته إلا هو في غاية النعس، ويعلم أنه إذا نام فلن يستيقظ لصلاة الظهر إلا بعد العصر، فهل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر أم لا؟ فقال الشيخ حفظه الله لا ينام حتى يصلي، ويجاهد نفسه حتى يصلي، ولو لم يستطع لا يفتح الباب للناس في هذا المجال، فلا بد من المواظبة على الصلاة في وقتها. وهذه مسألة تحدث كثيرا لعمال الشركات عندنا هنا، فإنه يحدث لهم بسبب دوامهم في الليل، أو بعض المؤسسات لدوامهم في الليل، أو في أوقات معينة، مثلا من الساعة 2 إلى الساعة 8 مثلا، قد يحدث لهم شيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالة لا يجوز أن ينام ويجمع الظهر مع العصر فيما بعد، لا بد، وتكون صلاة الظهر هنا مهمة جدا بالنسبة لبعض هؤلاء الناس في الاستيقاظ لها والحرص عليها. وهذا سؤال آخر، يقول لو سافر بزوجة من زوجاته واحد ذاهب إلى جدة، أهل زوجته الثانية في جدة وأهل زوجته الأولى في الرياض، وهو ذاهب إلى جدة، فأخذ معه الزوجة التي أهلها في جدة، فهل يشترط أن يقسم للزوجة الأولى نفس عدد الأيام التي سافر بها مع زوجته التي أهلها في جدة أم لا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله إذا كان برضا الأولى فلا يجب عليه أن يقسم، إذا سافرت الثانية التي أهلها في جدة إلى جدة معه برضا الأولى فلا بأس، أو بالقرعة كما هي السنة، لأن السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فالتي يخرج سهمها خرج بها معه في سفره، فإذا كان القرعة أتت على التي أهلها في جدة فذهب بها إلى هناك فلا يجب أن يقسم للأولى. وأما إذا كان لم تسمح وكانت القرعة ولم يقرع، فلو ذهب بواحدة إلى المكان الذي فيه أهله فلا بد إذا عاد أن يقسم للأولى مثل الأيام التي سافر بها مع الثانية. وهذه قضية أخرى من القضايا، بعض الدعاة لله عز وجل يشتكون من مسألة، وهي يقولون نحن ندعو الناس إلى الله عز وجل ونخالط العامة، عامة الناس فيهم الكبير والصغير والمثقف والعامي وغيرهم، فما هي التصورات الإسلامية التي يجب أن نزرعها في قلوب هؤلاء الناس؟ بعض الدعاة قد يجلس مع الناس ساعات وأيام وشهور وسنين، ولكن ما عنده إلا أشياء بسيطة جدا، مثلا يقول صلي في المسجد، أطلق اللحية، لا تستمع إلى الموسيقى، وهكذا أشياء معينة يركز عليها. فما هي التصورات المهمة والمفهومات المهمة التي يجب أن ينقلها إلى عامة الناس ونحن ندعوهم إلى الله عز وجل؟ فنقول هناك مفاهيم أساسية وضرورية جدا، فمن هذه مثلا مفهوم الإيمان، وأنه قول وعمل، والأدلة على هذا الأمر وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته التي اقتضت هذا الأمر،
وشرح الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، لأن الناس ينبغي أن يبين لهم يا جماعة أن النية الطيبة وحدها لا تكفي. وهذا المفهوم الذي هو استقر عند بعض العامة، مفهوم المرجئة للإيمان أن الإيمان هو في القلب فقط، يقولونه دائما، يقولون الإيمان في القلب، وأنت لا تدري عما في قلوبنا، وأنت ما شققت عن قلوبنا، وكفى لوما لنا ونصحا لنا، وأنت لا تدري وضعنا وحالتنا مع الله وما في قلوبنا، ما شققت عن قلوبنا. فينبغي على الإنسان المسلم أن يشرح مفهوم الإيمان للناس، يبين لهم الإيمان قول وعمل، يبين لهم أن التصديق وحده لا يكفي، ويبين لهم أن هذا كلام المبتدعة المضلين الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. هذا مفهوم مهم جدا. المفهوم الثاني مفهوم العبادة الشامل. بعض الناس يظنون أن العبادة هي في المسجد فقط، وأن عبارة عن شعائر معينة، فينبغي أن نبين للناس مثلا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكل شيء نويت به وجه الله عز وجل فهو عبادة. فلا بد من توسيع معنى العبادة على شكله الصحيح وتقريره وتوضيحه والتدليل عليه من خلال كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وأن الإنسان لو احتسب أي شيء عند الله عز وجل فإنه يكون عبادة، وأنها ليست منحصرة في المساجد أو في أماكن معينة وأوقات معينة، وأن الحياة كلها عبادة، وأن الناس ما خلقوا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول أمر في القرآن ما هو؟ أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة. وأول في سورة الفاتحة وصف طلب من المؤمنين إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فواضح أول وظيفة للمؤمنين العبادة. وهكذا أشياء كثيرة جدا في القرآن والسنة تدل، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المفهوم الثالث مفهوم الإسلام الشامل. بعض الناس العامة ماذا يفهمون من الإسلام؟ أن الإسلام هو الأركان الخمسة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا هو الإسلام، ولذلك إذا قاموا بها يقولون خلاص نحن أتينا بالإسلام، ماذا تريد منا أكثر من ذلك؟ عندما نشرح لهم فقط حديث واحد يزيل اللبس ويبين المفهوم الصحيح للإسلام تنتهي المشكلة عند الكثيرين، على الأقل من جهة إقامة الحجة. مثلا حديث بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله، فتقول لهم ما هو البناء؟ الإسلام على أي شيء بني؟ على خمسة أركان. لو أن عندك خمسة أعمدة وما عندك بناء تستطيع تعيش في هذا المبنى؟ عندك خمسة أركان ما عندك سقف ولا جدران ولا نوافذ ولا أبواب ولا غرف ولا مرافق، تعيش في هذا المكان في خمسة أعمدة فقط، لا شيء يظلك؟ لا طبعا. ولذلك هذا الحديث فقط، شرح هذا الحديث بني الإسلام على خمس، مهم جدا للناس، هذا مفهوم ينبغي نصل العامة. ولذلك تقول لهم أين طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ أين صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم؟ أين الصدقات المالية غير الزكاة؟ وأين آداب النوم والاستيقاظ والطعام والخلاء وغير ذلك؟ وأين الأخوة في الله؟ وأين الأخلاق الإسلامية كالصبر والإيثار؟ إذن هناك أشياء كثيرة جدا في الإسلام، الإسلام ليس فقط الأركان الخمسة، هذا المفهوم مهم أن يصل إلى الناس. ورابعا أن طريق الدنيا والآخرة واحد، وأنه ليس هناك شيء اسمه هذا لله وهذا لشركائنا، وأن مفهوم ما لقيصر دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله هو مفهوم جاهلي بمعنى الكلمة، وأن الأرض والسماء حسبة واحدة، وأن طريق الدنيا والآخرة طريق واحد. ولذلك فإن من أخطر أهداف العلمانية قضية فصل الدين عن حياة المسلمين، ولا تزول إلا بمثل هذا الشرح والإيضاح، ولا ينتبه الغافلون من المسلمين إلى ما يراد بهم إلا بشرح مثل هذا المفهوم. وكذلك لا بد خامساً مثلاً من شرح مفهوم العمل الصالح للناس. ما هو مفهوم العمل الصالح؟ أن يتضمن شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمله بسؤالين: لما عملته؟ عملته إخلاصا ولا رياء؟ عملته لله ولا طلب الذكر والمحمدة عند الناس؟ عملته متجردا لربك ولا عملته طلبا للشهرة؟ هذا الإخلاص في العمل. والشرط الثاني في العمل متابعة: هل اتبعت فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنك ابتدعت فيه؟ هل أنت تبينت الدليل أم أنك حقبت دينك الرجال وقلدت التقليد الأعمى؟ وهكذا، هل أنت تقول أنا أفعل هذا العمل لأنه قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كذا في الحديث الصحيح، أم لأنك تقول وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون ومهتدون؟ ولذلك هذا مفهوم العمل الصالح من المفاهيم المهمة جدا. سادسا، مفهوم آخر: التلقي للتنفيذ. كثير من الناس عندهم علم بأشياء كثيرة، بآيات من القرآن وأحاديث من السنة وكلام لأهل العلم ومواعظ وكتب وأشرطة، وين التطبيق؟ ما فيه. فمن المفاهيم المهمة جدا اقتضاء العلم العمل، مبدأ التلقي للتنفيذ، وكيف كان الصحابة يفعلون ذلك، وكيف كان أحدهم ينطق بالشهادتين الآن ثم ينطلق ليغير واقعه كله، بيته وأهله وعشيرته وقومه، ويعلن الولاء والبراء صريحا بين الناس، ويقوم ويعلن الدعوة ومبادئ الدعوة. كان الناس ينفذون فورا، كل شيء يغير لابد أن يحتاج إلى تغيير، لابد أن يغير. فإذا مفهوم التلقي للتنفيذ هذا أيضا من المفاهيم مهمة جدا. سابعا، مفهوم جنسية المسلم عقيدته، أنه ليس هناك حدود ولا أشياء تفصل بين المسلمين، وأن المسلمين أمة واحدة يسعى أدناهم أعلاهم بأمر أدناهم، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، وأنه لا فرق بين المسلم البنغلاديشي والهندي والصيني، وبين المسلم المغربي والأسباني واللي في أسبانيا واللي في أمريكا وأوروبا أو في جزيرة العرب، وأنهم كلهم يد واحدة، وأنه لا بد من السعي في نصحهم وتجميع الجهود والتكاتف والتبصير وإرسال الدعاة وكتب العلم إلى جميع أنحاء بلدان العالم الإسلامي، وأن لو عرفنا أن بعض المسلمين في مكان من الأرض يحتاجون إلى غوث لا بد أن نمد لهم يد المساعدة، وأن ندعو لإخواننا بظهر الغيب، وأن نتصل معهم، وإذا لقيناهم في الحج سألناهم عن أخبارهم وأخبار بلدانهم وما هي إمكانياتنا التي نستطيع أن نقدمها لهم. فإذا ليس الإسلام إقليميات ضيقة ولا بلدان محددة، بل إن كل ذلك من صنائع الكفرة في بلاد المسلمين ليفرقوا بينهم ويفسدوا فيما بينهم من الأمور، ويجعل بعضهم في نحور بعض. ولذلك فمن المؤسف جدا أن يعاني بعض المسلمين في مكان من الأرض من همجية الكفار ومن اعتداء الكفار عليهم وهم تحت نير العذاب، وبعض إخوان المسلمين يأكلون الرز واللحم ولا يدرون ماذا يحدث لإخوانهم أصلا، لا يدرون، وإذا دروا ليس فيهم شيء يتحرك، ولا جذوة إيمان تتقد، ولا حماس لأي عمل من الأعمال، ويقول خلهم شأنهم، ماذا علينا منهم؟ يحلوا مشاكلهم أنفسهم. هذا دين، هذا من الدين، وهذا من الإسلام ومن الشريعة، وهذا يؤدي إلى زوال الفوارق والطبقيات، وأنه ليس هناك أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ومن المفاهيم كذلك وجوب العمل لهذا الدين والتقديم جميع الطاقات لهذا الدين والتضحية لهذا، هذا خلي الناس تتحرك، هذا خلي الناس تتقدم، هذا ينفض غبار النوم والكسل، وهذا يشعر الناس بتقصيرهم، وأنه لا بد من تقديم المزيد والمزيد لهذا الدين، وخصوصا عندما نقارن حالنا بحال الصحابة. مفهوم آخر: من يسأل الناس؟ من هم المراجع العلمية الشرعية للناس؟ من هم العلماء؟ من هم أهل الذكر؟ ما هي صفتهم؟ كثير من الناس يأخذون بأقوال بعض المشايخ الذين يظهرون في مختلف الوسائل، أو الذين لهم كلمة منشورة مسموعة، وقد يكون هؤلاء من أسفه الناس وأتفاهم، قد يكون هؤلاء الناس الذين يطنطن حولهم ويدندن حولهم ويبرزون وتقام حولهم الهالات، هم ناس لا يفقهون من دين الله إلا قليلا، فيبرزون على أنهم القدوات وعلى أنهم العلماء، وليس لهم من العلم نصيب إلا شيء يضلون به الناس. ولذلك إذا ما عرف الناس إلى من يتجهون، ما هي صفات أهل العلم العلماء الحقيقيون، من هم أهل الذكر حقيقة، توضيح للناس من هم أهل الذكر، إرشادهم إلى العلماء وإعطاؤهم عناوين العلماء وأرقام هواتف العلماء وتشجيعهم على الاتصال بالعلماء وإرسال رسائل العلماء وتوكيل الناس يسألون العلماء بجميع الوسائل، حتى يكون الناس مراجع علمية شرعية
مستقيمة، وليس أنهم يضطربون ويتخبطون في هؤلاء الذين يخسدون لهم الرخص ويعطونهم الدين بكل راحة وطمأنينة وسهولة، ويعطونهم صكوك غفران على كثير من الذنوب التي هي معاصي في دين الله عز وجل، ويقول لما فيها شيء وقد أفتى بعضهم بتحليله وأنه كذا، ويضيع الناس بسبب هؤلاء الجهال. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهؤلاء أيها الإخوة كثروا جدا في هذه الساعة، كثروا جدا، صاروا مثل الهم على قلب المسلم الصادق، وهو يرى هؤلاء الناس وهم يتكلمون. أصلا من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة، من هو الرجل التافه يتكلم في أمر عامة الناس، حقير تافه يتكلم في أمر عامة الناس، واحد مخبط لا تربى على منهج أهل السنة والجماعة ولا عرف دين الله ولا أخذ العلم من المراجع الموثوقة، وهو يتتبع الرخص يبحث عنها ويفتي الناس بها، وهذا الناس وهو يظهر أمام الناس بقضه وقضيضه ويلعلع بلسانه ويهاجم ويقول من يتحداني وأنا أتحدى أن يكون كذا، وأن كل الذين يقولون بهذا ما عندهم شيء من العلم، وهو في الحقيقة هو المخطئ وهو الضال يضل الناس. وهذا الدور ينبغي أن يقوم به شباب الإسلام الآن في تعرية هذه، إسقاط هذه الأقنعة الزائفة، وتعرية هؤلاء بين الناس. كيف الناس يعرفون يا أخي؟ الناس العامة كيف يعرف أنه فلان عالم ولا ليس بعالم إذا أنت لم تخبره بذلك، وإذا أنت لم تبصره بالأشخاص الحقيقيين؟ دعونا من قضية الثلب والشتم والسب، لكن قضية إرشاد الناس إلى الأشخاص الذين هم أهل للسؤال حقيقة، هذه مهمتي ومهمتك ومهمته هو، هذا من صلب الدين إرشاد الناس ودلالتهم. وإذا رأيته يأخذ بفتاوي بعض الساقطين تحذر يا أخي، تقول له من الذي يقف وراء هذا الشخص؟ إلا العلمانيين علمانيون، وإلا أهل البدع وأهل الذين يريدون إبعاد الناس عن دينهم، هم الذين يروجون لهذه الأشياء، هذه وظيفتنا، هذا من الواجب الملقى على عواتقنا. والحمد لله هناك علماء مخلصون يمكن أن يعرفهم الناس ويتجهون إليهم، موجودين في الواقع ولله الحمد والمنة، ولا يخلو الزمان أبدا من قائم لله بحجة، لابد كل زمان لابد كل وقت يكون في واحد يعلم على الأقل الحق في أي مسألة من المسائل، أقصد كل مسألة لابد أن يكون فيه واحد على الأقل من أمة محمد يعلم الحق فيها صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة وأن يوجد وقت من الأوقات في مسألة من المسائل ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف حكمها، ما في، لا يمكن، هذا من قواعد الشريعة. ولذلك أيها الإخوة بهذه المناسبة فإنني أحذركم من كثير من الشخصيات التي لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة، والتي عندها انحرافات كثيرة، وهي تتغلغل وتنتشر نفوذها بين الناس وخصوصا العامة الذين ما عندهم وعي ولا عندهم علم. كيف؟ أنه يطرح رأيه بقوة ويسفه الآراء الأخرى، ويقول مثلا على سبيل المثال كذا الحق في هذه المسألة وكل الأخوال الأخرى بدعة، وأنا مستعد أن أناظر وأن أناقش وأن أفحم وأن أتحدى من يقول بخلاف قولي، فيظن الناس المساكين أنه محق، ويظنون أنه لما صار جريء وصار قوي في الطرح أن عنده الحق، مع أنه ما عنده الحق. وهناك كثير من الشخصيات التي بدأت تتسلل الآن حتى مع الأسف إلى بعض مواقع الشباب، وهم ينادون بعقيدة عقلية ويصرحون بتقديم العقل على النقل، ويصرحون بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد، ويصرحون برد الحديث الصحيح إذا خالف عقولهم السخيفة، ويصرحون بأحكام تخالف ما أجمعت عليه الأمة وفقهاء المسلمين الثقات، ويصرحون بإنكار القدر ومراتب بعض مراتب القدر. فإذا لابد أن يكون هناك من المسلمين ممن يعي هذه الأمور، يدرك حقائق وأبعاد القضايا، هذه فتن ينبغي أن يكون فيها مخرج المسلم، ينبغي أن يكون يعايش واقع، يكون على مستوى المسؤولية في هذه الأمور. بالإضافة إلى هذه المفاهيم، في هناك رسالة صغيرة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، أذكر لكم مختصرها. يقول الشيخ عبد العزيز يعني في الأشياء التي تعلم الناس من أمور الشرع، الدرس الأول في سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى الناس تلقينا وتصحيحا وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشروط شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. الدرس الثالث أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الدرس الرابع أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الإلوهية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الإلوهية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات.
وأقسام الشرك الثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والشرك الخفي قد يكون هو موزعا بينهما، بمعنى أنه يكون نفاقا خفيا فيكون شركا أكبر، وقد يكون رياء خفيا فيكون شركا أصغر. الدرس الخامس: أركان الإسلام الخمسة، تعليم الناس أركان الإسلام الخمسة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج. الدرس السادس: شروط الصلاة تسعة، يعني مثل الإسلام والعقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة وغيره، والنية. الدرس السابع: أركان الصلاة الأربعة عشر. الثامن: واجبات الصلاة الثمانية. التاسع: التشهد العاشر: سنن الصلاة. الحادي عشر: مبطلات الصلاة. الثاني عشر: شروط الوضوء. الثالث عشر: فروض الوضوء. الرابع عشر: نواقض الوضوء. الخامس عشر: الأخلاق المشروعة لكل مسلم. السادس عشر: الآداب الإسلامية. السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي مثل الكبائر والزنا والسرقة والخمر واللواط وفعل الفاحشة والسحر والكهانة والدجل والقتل إلى آخره. الثامن عشر: تجهيز الميت والصلاة عليه. اقترح الشيخ 18 درسا مهمة لعامة الأمة مع تلك المفاهيم التي قدمناها، يكون هذا المناسب أن يطرح العامة وأن يدرس لهم وأن يقرر لهم من الدعاة إلى الله عز وجل. هذا سؤال يقول: هل هناك فرق في الكفارة؟ بعض الناس حصل له مطئ في نهار رمضان في السنوات الماضية ما كفروا، يسأل الآن يقول: أنا يعني وطئت عدة مرات، كم كفارة علي؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال: كل الكفارات الماضية لو في عدة أشهر من رمضان كلها الوطء، لو تعدد في عدة أشهر كله عليه كفارة واحدة. ومنهم من يقول: أبداً، كل وطء بكفارة، ولو صار وطأ في يوم وفي اليوم الثاني من نفس رمضان هذا فإن عليه كفارة. ومن العلماء من يقول، وهو القول الوسط والأرجح إن شاء الله، أنها إذا كانت في رمضان واحد فعليه كفارة واحدة. افرض أن واحد وطئ خمس مرات في عام 1405، رمضان 1405، عليه كفارة واحدة. وطئ ثلاث مرات في رمضان 1406، عليه كفارة واحدة، عن رمضان ذاك كفارة وعن رمضان الذي بعده كفارة. فالمهم يعني أن تتداخل الكفارات في الشهر الواحد وتتعدد بتعدد أشهر رمضان. هذا هو القول الوسط إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا سؤال أيضا يقول: شركة اشترطت على بنك لتضع أموالها فيه أن يسلف موظفيها دون فوائد مبالغ معينة لأجال معينة. قالوا: نضع عندك أي بنك فلوسنا، ما نبغى فوائد، ما نبغى فوائد، لكن نشترط عليك إذا حطينا فلوسنا عندك أنك تسلف موظفينا قروض بدون فائدة، فهل هذا جائز؟ فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: لا يجوز، وهذا الشرط باطل. وكونهم قالوا لهم: ما نضع فلوسنا عندك إلا إذا سلفت، معناها أنه هذا قرض بإيش؟ ها؟ جرة نفعا، وهو تسليف موظفي الشركة. ولذلك هذه الوديعة والأمانة التي جرت نفعا إلى هذا القرض يؤدي إلى البنك وجرى نفعا لموظفي الشركة، هو لا يجوز، ولا يجوز للشخص أن يستلف لأنه يعاونهم على ذلك كما يذكر الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا سؤال يقول: رجل كان يعمل في بنك ثم ترك البنك بعد 9 سنين من الخدمة لما علم أنه حرام، ترك مباشرة. لما ترك قالوا له: عندنا مكافأة نهاية الخدمة نعطيها لك وشهادة الخبرة، فهل يجوز أن يأخذ هذه المكافأة وهذه الشهادة أم لا؟ فيقول الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة: إذا كانت هذه المكافأة عن المدة التي لم يكن يعلم فيها بأن العمل حرام فأخذه للمكافأة جائز. أما إذا كانت المدة المكافأة عن مدة يعلم بأن العمل فيها بالبنك حرام فلا يجوز أخذ المكافأة، مكافأة نهاية الخدمة. وأما بالنسبة لشهادة الخبرة فكنت قد سألته كما حصل من بعض الإخوان سؤال عن أخذ شهادة الخبرة للاستعانة بها في عمل آخر حلال، فقال الشيخ: نعم، هو عنده خبرة لا شك، صحيح أنه في أمور محرمة لكن عنده خبرة فيها، فليس بكذب ولا بأس عند ذلك أن يستخدم هذه الشهادة، لأن الحقيقة أن عنده خبرة. وهذا سؤال آخر أيضا سألته عنه
ورد في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ورد أثر عن قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. فهل هذا سنة؟ هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا الكلام وجيه في أنك إذا دخلت بيتا فارغا تسلم وتقصد مثلا الملائكة الذين في البيت أو من يكون من خلق الله الذين لا تعلم عنهم تسلم في البيت الفارغ؟ فقال الشيخ حفظه الله: ما له أصل، وهذا كلام قذادة رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه. والمقصود بالآية: فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، كما قال الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم أيضا في القرآن، ولا تنابزوا بالألقاب. إيش يعني لا تلمزوا أنفسكم؟ يعني لا يلمس بعضكم بعضا. وهكذا، لأن المسلمين شيء واحد فيجري حكم عليهم جميعا، فلذلك لا يكون من السنة السلام إذا دخل الإنسان بيتا فارغا. وهذا سؤال آخر يقول: عندنا في المسجد رفوف خلفية خلف الصفوف توضع فيها المصاحف، فإذا امتلأ المسجد في صلاة الجمعة وغيرها يكون المصلي مستدبرا المصاحف التي في الخلف في الرفوف الخلفية. فقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: ما في مانع إن شاء الله، وليس هذا بمقصود، ما في شيء، ما هو متقصد أن يستدبر، وهذا شيء عارض لحاجة المصلين. لو كانت المصاحف مرفوعة يكون أطيب، لكن إذا صار في حاجة لهذا فلا حرج إن شاء الله. وهذه مشكلة أخرى وشكوى، وهي كثرة الضحك العامة في أوساط كثير من الناس وخصوصا الشباب، حتى بعض المستقيمين. هذا الأخ يقول إنه يشتكي من أن المجالس التي يجلس فيها مع إخوانه وزملائه يكثر فيها الضحك كثرة كبيرة، وهو لا يدري يعني ما هو الحل والعلاج لهذه القضية وأنها تتفشى وتنتشر. فنقول: كما ذكرنا سابقا، فإن كل مشكلة لها جانبان من العلاج، جانب علمي وجانب عملي. فأما الجانب العلمي في علاج هذه المشكلة، فأن تعلم أولا كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الضحك، وأن تعلم ثانيا خطورة كثرة الضحك. فأما بالنسبة للجانب الأول، فقد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك إلا تبسما. والأمر الثاني، حديث آخر، كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان يقول الصحابي: ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط، ولا رأيته ضحك حتى بدت لهواته، وإنما كان عليه الصلاة والسلام عامة ضحكه التبسم، وإذا ضحك بدت نواجذه، والنواجذ هذه في مقدمة الأسنان. والأمر القسم الثاني، وهو خطورة كثرة الضحك، قد أشار له عليه الصلاة والسلام بقوله، طبعا الله عز وجل ذم الكفار على أشياء، فمن هذا الذم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعلاهون غافلون. فأمرهم تعالى بالسجود: فاسجدوا لله واعبدوا. فإذا لامهم على أنهم لما نزل عليهم هذا الكتاب ما أثر فيهم ولا عمل عمله في قلوبهم، فلذلك استقبلوه بالضحك والاستهزاء ولم يبكوا، مع أن في هذا الكتاب ما يقض المضجع وما يزحزح الجبال عن أماكنها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما في السنة فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وفي رواية: فإن كثرة الضحك فساد القلب. فإذا علم المسلم أن كثرة الضحك تميت قلبه
وتفسد قلبه، فلماذا يضحك كثيرا ويواصل الضحك بعد الضحك؟ ثم أن هناك علاجات لهذه المسألة، علاجات عملية. أولا، عندما يعلم الإنسان يقرأ ويطلع في أمور اليوم الآخر، سيجد أن تذكر يوم المعاد والموت والقبر والحساب والصراط والنار ومواقف الآخرة الشديدة على الإنسان، سيجد أنها فعلا تدعو للجدية وللخشوع ولعدم الإكثار من الضحك. ولنعلم أيها الإخوة أن الضحك ليس أمرا محرما أبدا، وأنه لا بد منه في بعض المواقف، وليس من المطلوب للإنسان أن يكون عبوسا ولا أن يكون خشنا ولا أن يكون مكفهر الوجه. والضحك طبيعي، شيء وضعه الله، هو الذي أضحك وأبكى، خلقه في نفوس العباد. لكن نحن الآن نتكلم عن مشكلة الاسترسال فيه، مشكلة القهقه، مشكلة أنه يدوم في المجلس الواحد كثيرا ولا تنتهي ضحكة إلا وتتبع بضحكات أخرى إلى آخر المجلس، حتى يكون عامة المجلس ضحك. كم من مجالس ذكر قد خربت بهذا الضحك، وكم من نفوس جادة قد فسدت بالإكثار من هذا الضحك. والمشكلة أيها الإخوة أن الناس يحاكي بعضهم بعضا، بعض الناس إذا شاف واحد يضحك الناس حذا حذوه، قال خليني أضحك الناس أكسبهم. تكسبهم بالضحك، الناس عمرهم كسبوا بالضحك. تهريج، يعني التهريج يكسب الناس؟ ما يكسب الناس. إيش الذي يكسبك؟ ما الذي يكسبك في الناس؟ أنهم يأتون إليك ويجلسون معك ليضحكوا فقط، لا ليستفيدوا ولا ليتعلموا ولا ليقتدوا ولا ليتأثروا أبدا، وإنما ليضحكوا فقط. أذكر لكم قصة، واحد شاب كان مهموما بنتائجه المتخلفة في الدراسة وأوضاعه مع أهله وغير ذلك من الهموم التي كانت تركب رأسه وتملأ نفسه، فخرج وهو مهمون من غرفته، قال يمشي في الطريق من بيته، فصادفه أخ له، قال له إلى أين أنت ذاهب الآن؟ إيش في؟ قال أنا مهموم ومغموم عندي. قال وين أين تذهب الآن؟ قال أريد أن أذهب إلى فلان الفلاني. قالوا ليش؟ قال علشان يضحكني. فهو إذن يريد أن يذهب همه هذا بأي شيء، بأن يذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان ليضحكه أو يوسع صدره كما يقولون. والقضية أيها الإخوة أن الصدر إذا ضاق لا يتسع بالضحك. الضحك هذا مثل إبرة المخدر بالنسبة للشخص المهموم، تعطيه إبرة مخدر، لكن إذا خلص من المخدر رجع إليه همه وغمه أكثر مما كان. لذلك الضحك ليس وسيلة للتنفيس وليس وسيلة لإزالة الهموم أبدا، وإنما هو عبارة عن يعني كما ذكرنا إبرة مخدرة تنسيه همومه شيئا ما، ولكن لا تحل له المشكلة. المشكلة تحل بالضحك. صحيح أن الأحاديث الطريفة على الشخص المضغوط عليه صحيح أنها تسليه نوعا ما، وأن الشخص المحزون من شيء إذا أتلوا بشيء طريف يسليه، هذا شيء لا بأس به. لكن أن تكون القضية جيب لي مهرج يهرج علي لكي أنسى آلامي وهمومي، أبدا ليس بعلاج. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، ورواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وفي الحديث الصحيح الآخر كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فإذا هذه هي الأدعية، هذه الأذكار التي تنفس الهم فعلا، دعاء الهم والغم معروف، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخر الحديث، هذا الذي ينفس وليست قضية الضحك التي تنفس. والعلاجات كما ذكرنا علاجات علمية كما ذكرنا، مثل وعلاجات تفكرية تدبرية، مثل قضية تذكر يوم المعاد اليوم الآخر وما يحدث فيه من الأهوال. ثانيا، تذكر واقع المسلمين وما يعانون منه من سفول وتدهور في الأحوال وفي ابتعادهم عن الدين وفي تخلفهم
وفي الإيذاء الذي يتعرضون له، هذا كفيل فعلا بأن يجعل الإنسان يقلل من ضحكه. وثالثا أن يفكر ما هو الواجب عليه الآن، ما هو الواجب عليه، ما هي التكاليف الملقاة على عاتقه. عندما تذكر ضخامة التكاليف وسعة المهمة وكبر المهمة، فإنه لا يكون عنده مجال الآن أن يمضي أوقاته في الضحك. عندما يرى أن عنده قضية إنقاذ الأمة، إنقاذ المجتمع، هذه مهمة منوطة بكل مسلم، إنقاذ المجتمع، فهنا لا بد له أن يقوم بجد، فينسى قضية الضحك الآن وقضية التهريج، ويعرف الآن بأن أحوال المسلمين، أوضاع المسلمين في العالم قضية مأساوية محزنة، مصائب، فيحتاج أن يعمل ويجتهد لإنقاذ نفسه وإنقاذ أهله وأصدقائه وزملائه وأهل مجتمعه الذي يعيش فيه، وإذا استطاع أن يقدم أشياء أخرى للمسلمين في الأماكن أخرى في العالم، أنه لا بد أن يقدم. عند ذلك تزول مسألة الرغبة في الضحك ومجالس التهريج. كذلك من الوسائل تجنب الشخصيات المهرجة، الشخصيات المضحكة. إذا علمت أنه في المجلس هذا فيه فلان الفلاني وهذا إنسان مضحك القوم، فاجتنب الشخص، اجتنب المجلس، وحاول أن تعالج القضية بنصح هذا. وهذا علاج آخر، علاج الشخصيات المضحكة التي تجعل من إضحاك الناس، إضحاك الناس وسيلة لكسب للنظر الإعجاب، الإعجاب، كيف ينال إعجاب الناس بأن يضحكهم. والأسف إنه حتى بعض الدعاة وبعض المحاضرين يجعل من إضحاك الناس هدفا له، يقول أكسب الناس، ويقول الناس وين هذا الشيخ اللي يضحك. فعلا قالوها، قالوا وين الشيخ اللي يضحك، نريد أن هذا الشيخ اللي يضحك، نبغى الشيخ اللي يضحك. شيخ وين 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 أين نعيش، فين وين وين مجال، كيف نصل لهذا المستوى. الناس يذهبون يقولوا نبغى شيخ يضحك، عن هذا المستوى هذا وصلنا إليه؟ هذا دين الله دين عظيم، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، خذوا ما أتيناكم بقوة، ونحن نبغى ناس يضحكوا. الأمة تعيش آلام أيها الإخوة، الأمة محطمة مذخنة بالجراح، تحتاج إلى منقذ، تحتاج إلى إنسان، ناس ينتشلون المسلمين من الواقع هذا المزري. ليس الآن المجال مجال. وقضية التفكر بالعواقب اليوم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجرؤون إلى الله. لو أننا نعلم حقيقة ماذا يراد منا وماذا يراد بنا وما هو ماذا سيكون في اليوم الآخر، فكان إنسان لم تكتحل عينه بنوم أصلا. وكذلك فمن العلاج أن يرد الضحك ما استطاع. افرض أنك في مجلس وصار شيء مضحك، ما في مانع يا جماعة، نعود نقول الشيء المعتدل لا بأس به، أبدا ما هو مطلوب منا أن نجعل حياتنا غم وعبوس وبكاء دائما، مو صحيح. الإنسان لابد له من فسحة، لكن أن يكون المجلس الواحد، هذه المشكلة، أن يكون 80% من المجلس ضحك و20% فوائد متفرقة، هذه مشكلة. يعني يكون في المجلس 20% ضحك قد يكون مقبول، مسألة تبلع، لكن يكون 80-90% من المجلس ضحك، مشكلة. بعدين في فرق، لازم نفرق بين المجالس. واحد توه الآن قادم من السفر أو الآن تزوج، لابد من نوع من الملاطفات وأشياء قد تضحك، نعم، لكن مجلس علم، مجلس ذكر، مجالس من الشباب المفروض أن تناقش فيها القضايا الأمة المصيرية، وليس أن نكب الشباب على بعضهم يجتمعون مع بعضهم في دوائر وفي أشياء من هذا الهراء ومن هذا التهريج الذي يحدث الآن كثيرا، وما في من الجدية إلا أشياء بسيطة. هذه مشكلة فعلا، مصيبة، هذه قضية فعلا تحتاج إلى علاج. فإذا من العلاجات أن ترده ما استطاع، مثل التثاؤب من الشيطان، ترده ما استطعت، رد الضحك يا أخي، اكتم نفسك. ثم المسألة تحتاج إلى واحد جاد يسكت الباقين. لو أن الضحك هذا مثل الكهرباء، مثل الكهرباء ينتشر هكذا، تحصل واحد ضحك من أول مجلس وإذا بالحرارة تسري كل الناس ودب الضحك فيهم، ما يستطيع يمسكوا أنفسهم. حتى الدراسة، مدارسنا مع الأسف مستوى التعليم أحيانا يتخلف بسبب إيش؟ أن الأطفال الأولاد في المدارس كله تهريج وضحك، حتى المواد الدراسية الدنيوية لا يفقهون فيها شيء من هذا الكلام، أش آخر نكتة وإش كذا، وهذا ديدا الناس حديثهم مجالس.
وإذا علم المسلم أيضا، هذه قضية اعتبارية وتأملية، إذا علم المسلم أنه أول شيء الضحك يقود إلى الكذب، الإنسان إذا يضحك الناس يمكن يقول لهم أول شيء شغلة واقعية فيضحكون، ثانية واقعية، ثالثة واقعية، تنفذ الأشياء الواقعية فماذا سيحدث؟ سيضطر أن يأتي بأشياء أخرى للإضحاك، بمعنى آخر لابد أن يختلق الأشياء المضحكة، وبمعنى آخر ويل للذي يكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أحمد وهو حديث حسن. ويل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعدا، ويل له ويل له، ويل في أول الحديث، ويل مكررة في آخر الحديث، للذي يكذب يحدث ليكذب ليضحك به القوم. وإذا علم أيضا أيها الأخوة، إذا علم الشخص أن الضحك، إذا هو يضحك الناس، إذا علم أن شخصيته ستصبح مهزوزة وأنه سيصبح بين الناس مثل الخرقة، يعني ما له وزن ما له قيمة، صحيح أنه عندما يضحكون منه هذه مسألة فيها نوع من إعطائه اعتبار وقيمة، أنهم ضحكوا من كلامه، يعني كلامه يضحك، معناه استطاع أن يضحكهم، معناه أثبت براعته وقدرته، لكن في الحقيقة اسألهم بعدما يتفرقون، فلان هذا ما هي منزلته فيكم؟ ماذا سيقولون؟ عنده قدر منزلة؟ ما عنده قدر ولا عنده منزلة أبدا، يقول يا شيخ هذا مهرج، هذا نعزمه في العزيمة يا شيخ ضحكنا، هذا بس بعد العشاء على أساس ضحكنا يعني نجيبه، هذا نعزم فلان، هي صحيح. وهكذا، فإذا عرف بأن هذا يؤدي إلى الرعونة وعدم احترام الآخرين له لتوقف عن الضحك فعلا. وهناك قصص حدثت، عندما علم واحد من الناس، واحد شاب من الشباب، أن فلان سيذهب إليه لكي يضحكه، اتعظ منها فعلا، ومن الوسائل أيضا تغيير الموضوع إلى موضوع، تغيير قضية الضحك إلى موضوع مفيد، فيقول إنسان يا جماعة ما يعني لابد نضع حد لهذا الضحك، هاتوا كتابا نقرأ فيه، هاتوا شيئا نسمعه ونستفيد منه، هاتوا مقترحات لنجعلها ندوة مفتوحة يلقي فيها كل واحد برأيه في موضوع معين، دعونا نناقش مشكلة من المشكلات الموجودة الآن في الساحة. فإذا إيجاد البدائل، إيجاد المواضيع المفيدة في المجالس، قلب القضية الآن من ضحك إلى شيء جاد، هذه من وسائل محاربة الضحك. وفي النهاية آخر الدواء الكي، إذا ما في فائدة فارق المجلس، قم من المجلس خلاص، ما دام الناس لن يتعب فارق المجلس. هذا سؤال يقول: مسافر أراد أن يصلي العصر خلف مقيم يصلي الظهر، فهل يقصر أم لا؟ طبعا نحن علمنا سابقا لو أن الإنسان المسافر دخل مع مقيم، إمام مقيم يصلي الظهر، المسافر دخل وراء المقيم والمقيم يصلي الظهر أربع، المسافر كم يجب يصلي على الظهر وراء المقيم؟ ها؟ نعم، أربع كاملة، لابد مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. طيب لو دخل معه وراءه بصلاة أخرى، الإمام يصلي العصر وهذا المسافر يصلي الظهر، فهل يجب عليه أن يتم أيضا أم لا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يتم ذلك، لأن السنة كما يقول شيخنا حفظه الله دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وما في تفريق بين صلاة وأخرى، ما دام تم بمقيم فإنه يتم. وهذا سؤال عجيب، يقول: رجل دخل المسجد فوجد حليقا يؤم ملتحيا، دخل المسجد حصل واحد حليق اللحية إمام وواحد ملتحي بجانبه مأموم، فقال كيف يكون هذا؟ نعم، فماذا فعل؟ قدم الملتحي وسحب الحليق ووضعه بجانبه، صار الآن الإمام جنب الشخص الجديد اللي داخل، وصار المأموم هذا سابقا صار الآن إمام جديد، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ يقول شيخنا حفظه الله: إذا لم يعترضوا على هذا فصلاتهم صحيحة، ويجوز ذلك انتقال الإمام مأموم المأموم إمام، من ناحية أصل المسألة يجوز أن ينتقل الإمام مأموم المأموم إمام كما حدث في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، لكن السؤال هو هل يشرع الفعل هذا؟ يعني الآن عرفنا أن الصلاة صحيحة،
لكن هل يشرع أن يفعل هذا؟ يقول الشيخ عبد العزيز: لا، لا يفعل هذا، وهذا فيه تعدي، هذا فيه تعدي على الإمام وليس بطيب. وصلاة الفاسق صحيحة مع الكراهة، ولكن لأنها قد تؤدي إلى فتنة وإحداث يعني إفساد بين المسلمين، فلا يصلح أن يفعل هذا الفعل. لكن أصلاً المفروض أن يؤم المتبع السنة الذي يطبق السنة، والمفروض أن يؤم. لكن لو حدث وصلى واحد ليس له لحية نجره ما يصلح. سؤال أيضاً للشيخ: هل يشترط في بيع السيارة، واحد اشترى سيارة وأراد أن يبيعها، هل يشترط أن ينقل الملكية، بمعنى هو تغيير الاستمارة إلى اسمه المعروف الآن تغيير الاستمارة، هل يجوز له أن يشتري ويبيع دون أن ينقل الملكية بالاستمارة أم لا؟ فيقول الشيخ حفظه الله: أفتت اللجنة دائما الإفتاء بأنه يجب عليه إذا أراد أن يبيع السيارة أن ينقل ملكيته إليه أولا، وتصبح الاستمارة باسمه ثم يبيع السيارة. لماذا؟ قال: لأن العرف الآن جرى بأن نقل الملكية وتسوية الاستمارة باسمه من تمام إجراءات البيع وتمام إجراءات التملك، تمام إجراءات التملك. ولذلك لابد أن تتكامل، وأن طبعا الناس قد يفعلوها تهربا من الضريبة، لكن الحقيقة أننا لا ننظر الآن إلى هذه المسألة، الآن ننظر إلى مسألة أخرى وهي قضية إتمام إجراءات الملكية لكي تبيع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع، لا نهى أن يبيع رجل ما لا يملك. فإذن إذا كنت تريد أن تبيع لابد تكمل نقل الملكية ثم بعد ذلك تبيع. وهذا سؤال امرأة عملت لها عملية قيصرية، فبعد العملية عملوا لها عملية تنظيف رحم مع الولادة، وسحبوا دم، شفطوا الدم من العملية، فصار يأتيها الدم يوم وتنظف يومين في النفاس، يعني يوم يجيها دم ويومين ما في دم، فماذا تفعل؟ فقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: تصلي وتصوم في اليومين وتفطر في اليوم الآخر، هذا طهر وهذا نفاس وهذا طهر وهذا نفاس وهكذا. وسؤال آخر: ما حكم خروج المعتدة لزيارة ولدها في السجن؟ فقال الشيخ: لا حرج، هذا من الحاجات الشديدة. وسؤال آخر: ما حكم صرف 20 ريال ورق ب19 ريال معدن لاستعمالها في الاتصال الهاتفي وغيره؟ فقال الشيخ: الفتوى الرسمية، الفتوى اللجنة، أن هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، التفاضل هذا في المال لا يجوز من الربا، ولذلك 20 ب20 ولا يجوز. وإن كان بعض العلماء قد يفتون بغير ذلك، لكن يقول الشيخ الراجح وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن هذا حرام ولا يجوز، لابد من تماثل عدد الريالات بالريالات، ولا يصلح إلا التفاوت في هذا الصرف. وهذا السؤال الآخر يقول: وليها، هذا سؤال آخر يقول: أرض له أرض، واحد له أرض عند الحكومة تطلع بالسرة بالأرقام، يأخذ رقم، أخذ رقم له الآن يمسك الدور، فإذا جاء دوره تصرف له الحكومة الأرض. فيقول السائل: بعت الرقم، باع إيش الرقم، ما بعد جاء دوره، باع الرقم على واحد ثاني، ولما جاء الدور راح هذا يستلم بالرقم، قالوا جيب، وين صاحب الأرض التي باسمه؟ راح صاحب الأرض التي باسمه قال: لا، أنا ما أخلصها لك إلا بفلوس. فالآن ما حكم البيع؟ فالأصل ما حكم البيع بغض النظر عن باقي السؤال؟ فقال الشيخ حفظه الله: البيع باطل، لا يحق له بيعها حتى لا يحق له بيعها حتى يحوزها، يحوز الأرض. كيف يحوز الأرض؟ الأرض ما تستلم، تراب. فقال: بوثيقة أو بصك، لا يجوز تبيع أرض حتى تملكها. كيف تملكها وتحوزها إليك؟ بوثيقة أو بصك. فإذا صارت عندك موثقة وصك باسمك عند ذلك يجوز أن تبيعها، لكن تبيع رقم لا يجوز، ليست عندك، قد يتغير أي شيء ما يسلموا الأرض، أو يتأخر، أو يحدث أي حاجة، أو تصغر الأراضي، يحدث أي شيء. فالمهم أنه لا يجوز هذا النوع من البيع. يقول: اللحية سنة مؤكدة؟ لا طبعا، سنة واجبة. طبعا أنتم تعلمون، لا يخفى عليكم، السنن أنواع، في سنة مؤكدة وسنة واجبة، في سنة مستحبة وسنة واجبة. فهذه اللحية لا شك أنها من السنة الواجبة،
وكل لا تدري هذا لابد يا جماعة واحد يعمل سنة يحتسب عند الله. أنت لا تدري كم لك بكل شعرة من الحسنات، ما تدري. وحدثني شخص باكستاني قال أول ما أطلقت لحيتي بسبب شيخ عندنا في الباكستان ذهبت إليه مرة من المرات وأنا أحلق لحيتي، فقال لي يا فلان أنت إذا حلقت لحيتك فأين ترمي هذا الشعر المحلوق؟ قلت يعني أرميه في الحمام. قال أنت ترمي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مياه المجاري؟ فقال فتأملت فعلا كيف أني أخذ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرميها في مياه المجاري مع النجاسات والقاذورات؟ قال فمن يومها فعلا أن هذا الموقف هزني وأنني أطلقت لحيتي على أثر ذلك. طيب الظاهر أننا سنختم ب مشكلة أخيرة يقول كثرت الأشرطة الموجودة في السوق كثرة شديدة جدا، فكيف نتعامل مع الشريط الإسلامي؟ الحقيقة أيها الإخوة أن هذا السؤال مهم جدا، صحيح هذا السؤال واقع وسؤال عصري وسؤال الآن فعلا هذا وقته. هذه المسألة عليها ملاحظات، لا بد نلخص الكلام إن ما بقي إلا دقيقات أو دقائق بسيطة. الشريط الآن الشريط الإسلامي صحيح أنه انتشر جدا ولله الحمد، هذا من منة الله وفضله، وكان الشريط الإسلامي سببا في تعليم الناس القرآن، سببا في تعليم الناس الفتاوى والأحكام الشرعية، وسببا في تنبيه الغافلين وإيقاظ السادرين في غيهم، وكان الشريط الإسلامي سببا في هداية كثير من الناس، وكان الشريط الإسلامي سببا في إزالة خرافات، وكان الشريط الإسلامي سببا في قمع بدع، وكان الشريط الإسلامي سببا في تآلف أناس والتقريب بينهم، كان في الشريط الإسلامي سبب في حل مشاكل نفسية وعقد. الشريط الإسلامي في الحقيقة أنه أدى خدمات جلة وأدى أهداف عظيمة جدا في الواقع الذي نعيش فيه الآن. ولسنا الآن بصدد الكلام على إيجابيات الشريط الإسلامي، لكن أنه هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، الشريط ليس مثل الكتاب، فهو لا يعتبر مثلا مرجع تستطيع أن ترجع إليه بسهولة، لكن الذي يحدث أن كثيرا من الشباب عندما يسمعون الشريط للمرة الأولى يلقيه جانبا فتهدر قيمته فلا يسمعه مرة ثانية، مع أنه في نظري أن سماع الشريط للمرة الثانية إذا المرة الأولى أخذت 20% من المعلومات، سماعك للمرة الثانية قد تعطيك 60% أو 70% من المعلومات. فأنا عندي أن سماع الشريط للمرة الثانية فائدته أكثر من سماع المرة الأولى من ناحية الأخذ العلم، من ناحية الاكتساب الحفظ امتصاص الأشياء التي فيه. هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية، إذا لم تكن تريد أن ما أن تسمع مرة ثانية أعطه لغيرك ممن يستفيد منه، لأن خسارة 5 ريال تلقى هكذا تسمعه ساعة وبعدين تلقيه ما استفدت كثيرا منه، فممكن تعيره ممكن تهديه. ثالثا، بعض الأشرطة لأهميتها لابد أن تلخص كتابيا، لابد تلخص كتابيا وتحتفظ بها عندك في أوراق مرتبة، موضوعات مفهرسة ومعنونة حتى ترجع إليها وقت حاجة، بالذات بعض أشرطة الفتاوي، لأن بعض الأحيان تحتاج لنص الكلام وتدور تقدم الأمام ترجع إلى وراء تقدم وترجع ما في فائدة. ملاحظة أخرى، أن الآن الأشرطة مع الأسف صارت مثل نشرات الأخبار. كيف يعني؟ يعني يدخل واحد التسجيلات، عندكم شيء جديد؟ عندكم شيء جديد؟ وش آخر شيء نزل عندكم؟ مفيد ما هو مفيد ما هو مهم، المهم إيش؟ ما هو الجديد؟ وهذه العملية أدت إلى أشياء. أول شيء أنه صارت الأشرطة الآن مثل السلع التجارية، ولذلك صار قضية تسويقية، فدخل فيها عملية، أقصد بعملية تسويق إيش؟ قضية التفنن، التفنن في 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 الأشياء الجديدة بغض النظر أنها مفيدة ولا لا، وهذه كارثة. ولذلك لا بد للشريط الإسلامي أن يستمر في أداء رسالته، لا بد أن يستمر في أداء رسالته، لأن أورانا له رسالة عظيمة جدا في هذا العصر. النساء يمكن يعني فائدة الأشرطة حتى بالنسبة للنساء عظيمة جدا، أولاد حفظوا الصغار، الصغار حفظوا القرآن من كثرة ترديد الشريط في البيت على مسامع الطفل. فإذن يا جماعة
أقول لكم ليست القضية في الجديد، القضية في المفيد. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك من المساوئ في أشرطة قديمة ممتازة جدا ماتت ولا أحد يسأل عنها الآن من الشباب. ولذلك فإنني أدعوكم دعوة صادقة إلى البحث في المكتبة السمعية عن المفيد من الأشرطة وليس عن الشيء الجديد. وليست القضية الآن مثل الجرائد، جريدة أمس ما عاد تنقرأ اليوم، وهذا الآن صار عند كثير من الشباب، شريط الأمس ما عاد يسمع اليوم، مع أنه يكون شريط ممتاز فيه مفهومات وتصورات مهمة جدا، لكن خلاص ألقي على جنب. ولذلك فإني أربأ بنفسي وبإخواني أن يكون ديدننا هدفنا إيش الجديد إيش الجديد، وإنما يكون هدفنا ما هو المفيد، ما هو المفيد. ولو كان شريط قديم، ويا حبذا حتى لو أن أصحاب التسجيلات يعرضون المفيد القديم بإعلاناتهم هذه، ولا يكون كل شيء وصل حديثا وصل حديثا، لأن المسألة يعني فوائد الآن امتصاص المعلومات مشكلة عند كثير من الشباب الذين يعتمدون على الأشرطة. ولذلك قضية البحث عن المفيد وسماعه أكثر من مرة وإهداؤه إلى آخرين، هذه أقول هي من الأشياء التي تحل لنا جانب من الإشكال الحاصل الآن في عملية عدم الاستفادة من الأشرطة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة في القول والعمل وحسن النية، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 9178. فضيلة الشيخ، أنا طالب وأريد السفر إلى الخارج، وذلك لدراسة اللغة الإنجليزية، وأيضا توجد هناك مراكز إسلامية ندعو فيها عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بك الله رجلا واحدا، والدراسة هناك أبلغ للفائدة، فما حكم هذا السفر جزاكم الله خيرا؟ تكلم العلماء على السفر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة، وذكروا أنه لا يجوز إلا بشرط القدرة على إظهار الدين، فإذا لم يقدر على إظهار دينه لم يجوز له السفر لأجل التجارة. ثم قالوا القدرة على إظهار الدين هي إظهار شعائره قولاً وفعلاً، فإذا لم يستطع لم يجوز له أن يسافر. فمن ذلك مثلاً الجهر بالأذان، إذا كان يستطيعه فهو مظهر لدينه. الجهر بالصلاة، أن يصلي مع جماعة في مكان عام ولا يخفون أمرهم، فإذا كان لا يستطيع الجهر بالأذان، إذا سمع الأذان فإنه يعاقب من يجهر به فلا يجوز السفر. وإذا كانوا مثلا إذا رأوا جماعة يصلون قطعوا عليهم صلاتهم أو عاقبوهم أو منعوهم أو نحو ذلك فإنه لا يجوز السفر. وإذا كانوا يلزمونه بالوقوع في شيء من المعاصي ويكرهونه على ذلك أو يخافوا أن يفتنوه، كالذين مثلا يلزمونه بشعاراتهم أن يلبس مثلا الصليب أو أن يلزم امرأته إذا كانت معه بالسفور وبإزالة الحجاب أو أن يتكلم بما يتكلمون به مما فيه تعظيم لهم، أو أن يحترم كبارهم مثلا ولو كانوا كفارا، يضرب لهم سلامهم بالإشارة ويقف أمامهم ذليلا متذللا أو نحو ذلك من الشعارات الكافرة، فإن هذا لم يكن قادرا على إظهار دينه بل هو مستضعف، ففي هذه الحال لا يجوز. والغالب مما نسمعه أن كثيرا من الطلاب الذين يذهبون إلى بلاد إلى البلاد المغربية، إلى بلاد أمريكا أو بريطانيا أو غيرها، أنهم يظهرون دينهم وأن لهم هناك نشاط وأن هناك جمعيات يجتمعون فيها وأنهم قد سعوا في
الدعوة إلى الله وفي إصلاح كثير من البلاد، فأصبحت هناك مجموعات كثيرة من المسلمين سواء كانوا أصلاً من المسلمين الذين هاجروا واستوطنوا هنالك وبقوا جاهلين لم يكن معهم من يعرفهم، فهؤلاء الذين ذهبوا للطلب علموهم وعرفوهم بدينهم ورجعوا إلى دينهم أو كانوا غير مسلمين من الذين لا دين لهم، فلما سمعوا دين الإسلام وما يدعو إليه قبلوه وتقبلوه وأصبحوا مسلمين. لا شك أنه الحال هذه إن شاء الله السفر سفر طاعة، ولو كان الدافع إليه هو الدراسة التي هي تعلم لغة أو شيء من الدراسات الدنيوية، لكن اقترن معها ما يجعلها طاعة وعبادة.